لكم في سلسلة موانع الحمل من الألف للياء الحلقة 50. هنتكلم النهاردة عن حلقة منع الحمل المهبلية الحلقة الثانية والأخيرة. وعلى فكرة احنا قربنا نخلص موانع الحمل، يعني فضل لنا بعد كده الكبسولة اللي بتتزرع تحت الجلد و يعني التعقيم بقى سواء رجالة ووسائل منع الحمل، يعني وسائل منع الحمل للرجالة والتعقيم، والتعقيم وربط الأنابيب للسيدات. ونخلص هذه السلسلة، ودي لكم فرصة ان كنتوا اي حد بيعوز اي حاجة تروح داخل على طول. احنا قلنا لكم ان الحلقة دي ممتازة، الحلقة منع الحمل النوفارينج دي ممتازة. وسيلة منع الحمل ليها بتتراوح كفائتها من 93 ل 99%. 99% الاستعمال المثالي. انا اعرف الاستعمال المثالي يعني ايه، يعني الحلقة كانت ركبة مظبوط في الجزء العلوي من المهبل، ما وقعتش، حطيتها في معادها، ما نسيتش، كل دي اضطرابات بتاخد من كفائتها. علشان كده السيدة لما تتمرس الكفاءة بتعلى بالوقت يعني. وطبعا هي وسيلة جميلة بس للأسف مش متوفرة في مصر، ولو توفرت هتبقى غالية قوي لأن مش مدعمة، يعني إلى الآن مش متوفرة فمش مدعمة. فزي ما عرفنا إن تمنها بيتراوح من 1000 ل 2000 جنيه. الأعراض الجانبية احنا قلنا ده ابن بار لإيه؟ لحقنة منع الحمل الشهرية، لأن فيها 2 هرمونات. يعني ايه ابن بار؟ يعني ممكن يحصل في الاعراض الجانبية اضطرابات البيريود، سواء البيريود تقل، تيجي على فترات متباعدة، تيجي على فترات متقاربة، تنقطع، يجي بنزيف، مع صداع، مع قيء، مع الام في الثدي، ومشاكل مهبلية، التهابات، ومشاكل اللي هي وجود الحلقة المرئة النظيفة المهبل بتقري في العيانة، ما بتعرفش الرعاية بيها، فممكن توجعها، تعمل لها إفرازات، تقلمها، فدي المشاكل. وبعدين في يعني سؤال، يعني أنا مش هقدر أجاوبكم فيه بالتفصيل، أنا سايب نمر تليفوناتي في مجموعة يعني جروب أنا وبنتي، أنا بعمل استشارات مجانية وبستقبل تليفونات ولادنا اخصائيين واستشاريين امراض النساء لو حبوا يسالوا عن التفصيل ده، لكن انا هبسط العمليه دي. يعني الحلقه احنا قلنا بتتحط 3 اسابيع وبتتشال اسبوع، وفي الاسبوع ده بتنتظر البيبي. لازم السيده تخلي بالها ان ممكن العيانه تسيب الحلقه، تنسى تشيلها في الاسبوع الراحة ده، يعني بدل ما تسيبها 3 اسابيع سيبتها الرابع. تعمل ايه؟ تشيل وتحط واحدة تانية. ليه؟ لان الهرمونات اللي موجودة فيها خلصت بعد 3 اسابيع، فهي قاعدة يعني من غير تأثير، فلا هتاخد وسيلة اضافية ولا هتعمل حاجة، هي هتحط سواء البيريود نزلت او ما نزلت. طيب ولو عملت العكس، شالتها بدري، تعمل ايه؟ دي بقى بنفكر لها في وسيلة منع حمل اضافي. وبعدين بنقول لكم هتلاقوا في المراجع ده بالنسبة بقى لطلبة الماجستير والدكتوراه، ولادنا الاطباء يعني الشاطرين النبهين، هتلاقوها بقى في المراجع الكبيرة. طب يجي يقول لك ايه؟ في 6 اسئلة لو اجابت السيدة باي سؤال منهم لا، اعرف ان منع الوسيلة دي لمنع الحمل مش على درجة عالية. يعني ركبت الحلقة وجت شالتها، ما نزلتش البيرد في الاسبوع ده، لا، يبقى منع الحمل عليه علامة استفهام، لان الاجابة قلنا ايه؟ قالت لا. طيب واحدة لسه مجهضة وحصل علاقة قبل ما تركب الحلقة، هتيجي تقول لك الإجابة
توقف العلاقة هتقول لك لا ما توقفتش، قالت لا يبقى برضو مش على درجة. أو هل استخدمت في الأسبوع ده لو تمت علاقة وسيلة منع فعالة؟ قالت لا، دي تالت حاجة، يبقى منعها للحمل مش كفاية. لو كانت ولدت خلال شهر، ولدتي خلال أكتر من شهر، يعني ولدتي خلال شهر، قالت اه ماشي، قالت لا أكتر، لا يبقى برضه ما ينفعش. ادي السبب الرابع. السبب الخامس، لو ولدت من 6 أشهر بس بترضع بانتظام، شرطين، لو قالت على حد منهم لا، ولدت من 6 أشهر بس ما برضعش بانتظام، او ولدت من 6 أشهر وما برضعش خالص، يبقى طالما قالت لا يبقى برضه وسيله منع الحمل مش كده. او لو كانت عامله فيوريتاج او مصق او يعني عامله اجهاض قبل ما نحط الحلقة، لو قالت انت يعني عملت ايه، يعني حصل اجهاض قبل ما تركبي الحلقة يعني، او خلال 4 5 ايام، او عملت كيوريتاج 4 5 ايام، قالت لا برضو. ادي الست حاجات، ست حاجات لو فيهم حاجة، دي حاجة فيهم مش موجودة، مش بقى مش ده. طبعا احنا خلصنا الوسيلة دي، وانا في انتظار اسئلتكم، يعني سواء كان حالات عزاز، وانا مبسوط ان درجة ان السلسلة بتاعت منع الحمل دي انا مبسوط منها جدا. مبسوط من مين؟ مبسوط منكو، استجابتكو ووعيكو عالي. معظمكو ما بيبقاش يستسهل استخدام وسائل منع الحمل، ما بيبقاش يستسهل التنقل من وسيلة لاخرى. اطباء مصر النابهين سواء كان يعني شباب او شابات او فتيات او اخصائيين او استشاريين، سيدات او يعني ابناء مصر البررة النابهين، موجودين في يعني في مراكز تنظيم الاسرة، موجودين وفي انتظاركو يدوكوا حقوقكو، لان حقوقنا كسيدات بتستخدم من حقك. انت عارفي الوسيلة دي استخدمها ولا لا؟ ولو استخدمها ايه الرعاية؟ ولو الرعاية امتى اروح للدكتور؟ امتى بطلها فورا؟ ايه الرعاية الدورية ليها؟ ايه موانعها؟ طب انا لو حبيت تعبت منها باجي في الزيارة الدورية كل قد ايه؟ ودي حقوق ما تتنازليش عنها لان موجودين لخدمتك. استسهال موانع الحمل خطر. وطبعا بكرر لكم اننا بنستخدم وسائل منع الحمل عشان الحفاظ على صحتك والحفاظ على نضارتك وحيويتك، فما ينفعش الوسيلة تبقى مصدر مشكلة. وساعات المشاكل دي تبقى خطيرة، وساعات الخطورة دي تبقى عالية، او بتستخدم وسيلة مش فعالة، او بتستخدم في وسيلة عاملة لها مشكلة. نلتقي في الأسبوع اللي جاي في وسيلة أخرى، زي ما قلنا قربنا يعني نخلص هذه السلسلة، ودي هتبقى في مكتبتكم، هتلاقوا في قائمة على اليوتيوب قائمة كاملة، اللي عايز حاجة بيخش يدور، ولو دور على الوسيلة اللي هو عايزها يلاقي السلسلة يخش يشوف دلوقتي. واتشرفت بمقابلتكم، وأنا في خدمتكم دايما وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.